نرحب بضيفتنا بالاستوديو. معنا ندى أحمد الجزار، مستشارة تميز ومدرب معتمد في البرمجة العصبية. يا هلا مرحبا بك ويانا أستاذة ندى. أهلا بيكي، مبسوطة جدا أنا معاكم النهاردة. شكرا جدا للاستضافة. أكيد نحن أكثر. أستاذة ندى، كيف نبدأ نعلم الأهل، نعطيهم أساليب أن يعلمون عيالهم يقولون كلمة لا في يعني بعض المواقف اللي ما تناسبهم؟ اولا انا دايما بقول احنا طالما يعني الاهل قرروا ان هم يولدوا او يخلفوا فلازم ده امانه كبيره جدا علينا. واول حاجه ازاي ان احنا بننمي شخصيه الطفل. طبعا انا بستخدم كوتشنج بالبرمجه اللغويه العصبيه اللي هو طريقه برمجه عقل الطفل من هو صغير خالص. لكم ان تتخيلوا ان الطفل ممكن يتبرمج في سن سنتين سنه. صح. ما شاء الله. يعني كل حاجه بجد بتفضل في عقل الطفل لحد ما يكبر. جميل. فلو احنا بنتكلم مثلا البرمجه، فكره ان انا طول الوقت اقول له ما تعملش ما تسويش وكده، فبيفضل الطفل ايه، يحس انه دايما قلقان او جبان او مش قادر، مقبل على الحياه. صحيح. احنا مش عايزين كده، مش عايزين طول الوقت نقول له ما تعملش خطر وكده، لان احنا عايزينه كمان يستكشف الحياه. صحيح. فمهم جدا ان احنا نستخدم كلمه لا بشكل عقلاني. يعني مش طول الوقت لا، يعني مش طول الوقت خطر وكذا، فعشان الطفل كمان يكتسب ثقه في نفسه. أكيد. لكن في بعض المواقف تستدعي ان احنا نعلم الاطفال يعني لازم يقولون كلمه لا. طبعا في المواقف طبعا اللي فيها خطوره على حياته، في المواقف اللي هي بتستدرجه في حته هو مش عايز يكون فيها. كتير جدا احنا عارفين الاصدقاء والبير بريشر اللي هو طول الوقت الطفل عايز ينتمي للجروب. طب الجروب ده هل هو كويس معاه ولا بيوديه في حته وحشه خالص؟ فلازم نبدا نعرف المحيط بتاعه. جميل. انا بالنسبه لي بعد بكمل على سؤال عبير، كيف الرفض من الممكن ان يحمي الطفل من المخاطر اللي يخافون منها الاهل؟ يعني كيف مثلا انا بالنسبه لي ان علم يرفض، شو الاشياء اللي ممكن يتفاداها في هذه الكلمه مثلا؟ يعني انا بصراحه مثلا حصلت مع بنتي، كانوا مثلا في مجموعه اصدقاء عايزينها تبقى موجوده في ستايل طريقه كلام هي رفضها، ولما طبعا قالت لا ووقفت لكده ابتدوا بقى يعني يبعدوا عنها وكده. فطبعا مهم جدا ان احنا يعني نعلم الطفل ان هو يقول لا حتى لو هيبقى لوحده. يعني حتى لو مش هينتمي للاصدقاء اللي هم شايفين ان هو لازم يكون معاهم في الغلط. صح. فدي حته مهمه جدا، انه انت اخلاقك ايه، انت قيمك ايه، انت معتقداتك ايه. ما ينفعش ان انت تندرج. صح. جميل. لان الطفل ضعيف الشخصيه هيفضل يسكت طول الوقت ويبقى في صراع ما بين اللي بابا وماما بيقولوه في البيت وما بين اصدقائي، وما يقدر يدافع عن نفسه وما يقدرش يدافع عن نفسه. فاول حاجه نعرفه ايه الحدود. حدود الرفض، يعني هل انا ارفض طول الوقت ولا كمان اقبل طول الوقت؟ لازم يكون في بالانس. يعني لازم يكون في توازن. ما ينفعش طول الوقت ارفض وابقى طول الوقت انا شكلي دايما مش عاجبني اي حاجه في الحاجه اللي حواليا، ولا في نفس الوقت اقبل بحاجات مش مناسبه قيمي. صح. ولا قيم المجتمع اللي انا اتربيت فيه. نعم. بالذات ان في جنسيات كثيره ممكن تكون مثلا مختلفه او حاجات زي كده. انزين، كيف نحن نقدر نتقرب من الطفل بحيث ان نحن نعرف انه كيف بيتعامل ويا ربعه من المحيط اللي حوله؟ كيف نقدر نكون نحن عارفين انه كيف بيتصرف، شو بيسوي في هالموقف؟ دي اكبر مشكله. اكبر تحدي ان انا اخلي الطفل يحكي اصلا. فانا لو طول الوقت بعنفه وطول الوقت بعاقبه وطول الوقت بوبخه هو مش هيجي يحكي لي. انا محتاج اعرف هو بيعمل ايه عشان اقدر انصحه. جميل. فهو لو انا ما اديتش الثقه في ان هو يجي ودايما لا وما ينفعش وغلط وازاي عملت كده، هو مش هيجي يقول لي اي حاجه. صدقني يعني اكتر حاجه بلاقيها دايما من الكلام بتاع الناس اللي بتعمل كوتشنج، عايز تعمل كوتشنج او حاجه، انه طفلي مش بيتكلم. فلازم ابقى بسمع له كويس قوي، لازم يبقى عندي انصات ليه. يعني مهم جدا ان انا انصت بشكل يحسس الطفل بالامان، يحسسه ان انا مستعد ان حتى لو هو غلط ان انا معاقبهوش بس اعلمه من الغلط ده. فده مهاره مهمه جدا ان هو يتكلم وان هو يتشجع انه يتكلم ويجي لبابا وماما يحكي لهم على يوم او البلاوي اللي حصلت في المدرسه. نعم. هو بالنسبه للموضوع هذا اتوقع لازم الواحد يتعلمه، لكن كيف ينعكس خلينا نقول الرفض على بناء شخصيه الطفل مستقبلا؟ انه ما يكونش طفل منقاد. يعني يهمني جدا ان الطفل يكون عنده راي. في ثلاث حاجات، انواع من الكوميونيكيشن: assertiveness وباسيف واجريسيف. الباسيف شخص سلبي طول الوقت شايف الحاجه وما بيعملش ما بيقولش اي حاجه،
يعني مش فارق معاه، ما بيتكلمش، شايف كل حاجه لا بتحصل يبالي. لا يبالي. وحد اجريسيف، فيري اجريسيف، يعني بيضايق اللي حواليه، بيعمل هيرتنج، بيثير مشاعرهم، بيضايقهم، بيتنمر عليهم. وحد تاني اسرتيف، اسرتيف يعني بيقول لا بس بشكل محترم. احنا ده اللي احنا عايزينه، يعني مهم جدا ان الطفل يعرف يقول لا بس من غير ما يجرح مشاعر الاخر. انت مثلا يناسبك ان انت تيجي معنا تلعب، لا انا اسف انا مشغوله، انا عندي حاجه مهمه اولويه ان انا اعملها. يكون عنده بشكل محترم، بشكل جميل، بس يكون ليه راي ويتكلم. صح. ما يبقاش منقاد، لان الطفل المنقاد مش هيبقى ليه اي وجود في المجتمع. صح. بصراحه. صح. دلوقتي حتى لما يكبر بنشوف ناس دايما منقاده عشان ترضي الاخرين. بس ده على حساب نفسه للاسف. اكيد. انزين، اخيرا نصائح تقدمينها لكل ام تتابعك الحين، كيف تقدر تعلم بنتها او ولدها بقول كلمه لا في المخاطر او في المواقف الصعبه؟ يعني ان انا احببه في نفسه قوي، اشوف قدراته ايه، دايما اشكر فيه وامدح فيه، واحسسه انه مهما ان هو يخطئ انا معاه، انا جنبه، انا مش ضده ولا ضد شخصيته، انا ضد السلوك بتاعه. فدي مهمه جدا كمان. نعم. نشكرك كل الشكر. معنا ضيفتنا ندى احمد الجزار، مستشار تميز ومدرب معتمد في البرمجه العصبيه. كل الشكر لك. الف شكر لكم، سعيده جدا معك. شكرا.